أقامت الجامعة الأمريكية مؤتمر للإعلان عن مذكرة التعاون بين بيت الترجمة التابع للجامعة الأمريكية ووزارة الثقافة لترجمة ما يقرب من 2000 كتاب. لقد بدأنا في وزارة الثقافة المصرية المشروع القومي للترجمة منذ عام 1995، وأنجزنا خلال تلك السنوات ترجمة ما يقرب من 2000 كتاب من مختلف لغات العالم. وتحول هذا المشروع الذي بدأ صغيرا وطموحا في ذات الوقت عندما أسسه الدكتور جابر عصفور عندما كان أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، تحول هذا المشروع إلى مركز قائم بذاته كمؤسسة من مؤسسات وزارة الثقافة والمركز القومي للترجمة. ده تطوير التعاون بدأ من سنوات بين الجامعة الأمريكية ووزارة الثقافة في مجال الترجمة وفي مجالات أنشطة ثقافية مختلفة، لكن في مجال الترجمة بالتحديد من سنوات المشروع القومي للترجمة كان بيترجم إصدارات للجامعة الأمريكية باتفاق خاص مع إدارة النشر في الجامعة الأمريكية. النهاردة بننقل نقلة تانية وتطور جديد، إن الأول مرة بيبقى فيه بروتوكول تفاهم وفي اتفاقية لإنشاء بيت الترجمة بين المجلس للمركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة ومركز دراسات الترجمة التابع للجامعة الأمريكية، وده بيفتح أفاق كبيرة للتعاون بين المؤسستين في هذا المجال. اتفاقية الأسرع ما بين في تاريخ الاتفاقيات، لأننا مضينا مذكرة تفاهم وفعلناها في الحال بأننا مضينا اتفاقية لتأسيس ما قد أطلقنا عليه بيت الترجمة. وإحنا اخترنا كلمة بيت لأنها فيها نوع من الحميمية أكتر من دار مثلا. قيام ثورة 25 يناير لتصحيح مسار المجتمع المصري تحتاج أيضا إلى ثورة من الترجمة لتبادل الرؤى والأفكار بين مصر والشعوب الأخرى. إنجي خالد، نهارك سعيد.